انا متشرفه جدا جدا جدا، ومهرجان تطوان بالنسبه لي له معزه خاصه في قلبي، لاني شاركت فيه لجنه التحكيم، خدت فيه السنه اللي فاتت جايزه احسن ممثله عن فيلم نواره، والسنه دي هم بيدعموني بالتكريم، وانا مش عارفه اقول لك قد ايه مبسوطه. فيلم تراب الماس تاليف استاذ احمد مراد واخراج استاذ مروان حامد، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أستاذ آسر ياسين، أستاذ مجدي كدواني، أستاذ زياد نصار، أستاذ شيرين رضا، أستاذ صابرين، أستاذ بيومي فؤاد، مجموعة كبيرة جدا من النجوم. وفيلم بإذن الله هنبدأ تصويره قريب، بطولة أستاذ كريم عبد العزيز وأستاذ غادة عادل وإخراج أستاذ خالد مرعي. أنا متشرفة أوي 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 إن أنا في بلد تانية المغرب، ومتشرفة أوي بالتكريم. أنا صغيرة على التكريم بس بشوف إن ده دعم كبير أوي 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 أوي، يا رب أعد وأكمل مشواري يبقى طويل ومشرف وفخورة بيه. شكرا جزيلا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.